رغم ان معظمهم كانوا صيادين عاميين زي ما اتقال عنهم في يوم من الايام، يعني ما تعلموش يمكن القرايه والكتابه او تعليمهم بسيط جدا، لكن استلمهم المسيح بكل ضعف اوانيهم بكل بشريتهم البسيطه جدا. بعضهم زي ما قلت في الاول كتير صيادين، وبعضهم كانوا بيشتغلوا مهن مش مقبوله قوي زي متى كان عشار، بعضهم مفكر زي فيلبس، بعضهم طبيعته شكاك زي توما، بعضهم يمكن طبيعته فيها نوع من الرومانسيه زي يوحنا، بعضهم مندفع زي بطرس. شخصياتهم مختلفه، اعمالهم مختلفه، كلهم بسط قوي في الاخر، لكن استلمتهم يد قديره حكيمه قدر بيهم يفتن المسكونه، يعني يغير وجه العالم في سنوات قليله جدا بفضل عملهم وشهادتهم، وكانوا اروع من لو كانوا تخرجوا من اعظم الكليات في عصرهم في هذا الوقت. والتلاميذ في حياه الرب يسوع المسيح كانوا بيشكلوا ركن اساسي. هؤلاء التلاميذ اللي الرب اختارهم لم يختارهم الرب من الطبقه الارستقراطيه العاليه المالكه، لكن الرب اختارهم من الطبقه العاديه او اقل من الطبقه العاديه، كانوا معظمهم فلاحين وصيادين سمك. فالرب اختار هؤلاء التلاميذ طبعا علشان يدربهم لمهمات خاصه. من اكتر الحاجات اللي بتدهشني ان الرب لما اختار تلاميذه اختار ناس فقراء مساكين صيادين سمك من الجليل المحتقر، محدش منهم كان من سبط يهوذا الا يهوذا الاسخريوطي، واحد منهم كان عشار، وكلهم كان فيهم يعني اتصور انهم محدش فيهم كان خالي من العيوب. احتاجوا شغل من الرب كتير علشان يصل بهم الى حاله ادبيه ساميه تخليهم يبقوا مستخدمين باعتبارهم رسل الرب يسوع المسيح. لكن مثلا افتكر ان الرب صلى من اجلهم ليله كامله قبل ما يختارهم، وافتكر كمان في لوقا 11 ان الرب خلاهم يشوفوه هو بيصلي من اجلهم، ولما صلى هم استثيرت فيهم حسيات السجود والعباده وقالوا يا رب احنا عايزين نصلي. احنا اكيد كانوا بيصلوا قبل كده بس ما كانوش بيصلوا بالشكل ده، فهم انجاز التعبير نفسهم يصلوا زي ما الرب بيصلي. وافتكر مره تانية كان المسيح يصلي وبعد ما فرغ من الصلاه سالهم من يقول للناس اني انا ابن الانسان، فبطرس قال له، يعني اعتقد ان لولا الرب صلى من اجلهم عشان يفهموا هذا الاعلان انت المسيح ابن الله الحي، ما اعتقدش ان صياد السمك كان يقدر يفهم الكلام ده. صلى المسيح عشان الرب يفتح ذهنه، عشان الرب يفتح قلبه، عشان يقدر يفهم هذا الإعلان اللي جه من الآب أنت المسيح ابن الله الحي. في واحد منهم شك والرب اتعامل معاه بطول أنا زي توما، في واحد منهم أنكر زي بطرس والرب اتعامل معاه بنعمة فائضة، النظرة الحنية الخالية من العتاب وإلا كان طلع شنق نفسه.